السلام عليكم، تحية طيبة لجميع المستمعين والمشاهدين. معكم دكتور حمزة عبد الرحمن. موضوعنا أو موضوع محاضرتنا لها اليوم هو الانفكشن أو الإصابات اللي تصيب الجهاز التنفسي، Bacterial Infections of Respiratory Tract. مثل ما تعرفون الجهاز التنفسي من أكثر الأجهزة أو من أكثر الأجهزة الموجودة بأجسامنا هو أرض للأمراض. ليش؟ لأن الانتقال مال الأمراضية وانتقال البكتيريا أو الفيروسات من خلالها يصير كل سهل، عن طريق الانهيليشن، عن طريق الاستنشاق، عن طريق الاير دروبز. كل هذا يصير يسبب لنا سهولة تكوين الأمراض داخل هذا الجهاز. حالياً دنمر بوقات كلش صعبة، لأن أكو تفشي لأحد الأمراض التنفسية اللي هو الكورونا فيروس. كورونا فيروس يعتبر considered as a respiratory tract virus، أو يعتبر من الفيروسات اللي تصيب الجهاز التنفسي، والنقل مالتها كلش سهل، عن طريق التنفس، عن طريق الدروبليت، عن طريق الـ inhalations of virus. فلهذا السبب الـ respiratory tract infections من أكثر الأمراض هو شيوعاً بالعالم بصورة عامة. زين، خليني نجي هسه نقسم هذا الجهاز، قسم الـ respiratory tract. مين يتقسم؟ شلون يتكون هو أصلاً؟ Respiratory system has divided into two major parts. ينقسم إلى قسمين. First one is upper and lower. أول واحد هو الجزء العلوي والجزء السفلي. الجزء العلوي الـ upper is includes what? Nose, anth and pharynx. Pharynx اللي هي البلعوم. فنشوف هسه بالصورة. تلاحظون هنا هذا الـ upper respiratory tract and lower respiratory tract. الـ upper يشمل شنو؟ النيزل كافيتي، تجاوف الأنفية، فارينكس البلعوم، واللارينكس. لارينكس اللي هي أو الجزء الأعلى من لارينكس، الحنجرة. الجزء الأعلى من الحنجرة هو يعتبر شنو؟ يعتبر الـ upper respiratory tract، الجزء العلوي بالجهاز التنفسي. زين، الـ lower respiratory tract شو يشمل؟ يشمل اللارينكس، الحنجرة، الجزء الأسفل من الحنجرة، التريكيا، القصبات الهوائية، البرونكايل تيوب اللي هو الأنبوب القصبي، and alveoli اللي هي الشعيبات الهوائية الموجودة بالرئة. هذا الأجزاء مال الريسبيراتوري تراكت. زين، بهاي الأجزاء أكيد بها ديفنس ميكانيزم، وسائل حماية دفاع. من هاي الديفنس اللي هي first one is physical factors، عوامل فيزيائية تساعدها بالحماية، حماية نفسها، حماية هذا الجزء مهم، اللي هي تشمل منه ال hair mucous membrane lining the tract، اللي هي الأغشية المخاطية تغطي الجهاز، و cilia الأهداب، و sneezing العطس، coughing السؤال القحة، beside oxygen tensions in the lungs. هاي تعتبر شنو؟ unbreakable defense line. هاي وسائل ميكانيكية لحماية هذا الجهاز. مع ذلك أكو بكتيريات تتغلب عن كل هاي، تتغلب على كل هاي الوسائل الحماية وسبب لنا الأمراضية. Most of normal flora of the upper respiratory tract play an important role in causing opportunistic disease. عندنا normal flora هو سلاح ذا حدين. شلون يعني؟ هو النورمال flora هي موجودة بأجسامنا، موجودة أصلاً باللور أو سوري بالأبر part of respiratory tract، موجودة بالجزء العلوي. زين، هاي النورمال flora ممكن تتحول من مفيدة إلى opportunistic disease.
تحول الى مرضيه انتهازيه. اكيد اكو عوامل كثيره لتحول هاي البكتيريا الى opportunistic disease or pathogenic disease. زين هاي البكتيريات هاي موجوده النورمال فلورا موجوده اصلا هي مثل منو؟ مثل staphylococcus, streptococcus, haemophilus, corymbacterium, neisseria, bacteriocytes, fusobacterium, actinomyces. These are the typical example of these bacteria. هاي الأمثلة أو أحسن أمثلة على النورمال فلورا الموجودة بال upper respiratory tract. Nearly any type of gram positive and negative can cause respiratory infections. بصورة عامة كل البوزيتيف والنيجاتيف الجرام بوزيتيف والجرام نيجاتيف ممكن تسوي لنا انفكشن ريسبيريتوري انفكشن اصابة بالجهاز التنفسي. هاي تحدثنا عن النورمال فلورا وتحدثنا عن البكتيريات المحتملة. زين اكو مرض يعني كلنا انصابين منه وسنويا مرة أو مرتين أو ثلاث مرات حسب نوع الجهاز المناعي الإنسان ينصاب منه. هذا المرض اسمه sore throat. sore throat اللي هو التهاب منطقة البلعوم أو التهاب منطقة الفم. زين شنو هذا؟ It's a common infection of upper respiratory tract caused especially by hemolytic streptococci. هو يعتبر كل شائع، هو إصابة كل شائعة مثل ما قلت لكم سابقاً، هو من يعتبر من الأمراض الشائعة جداً اللي يصيب شنو؟ الـ upper respiratory tract، الجزء العلوي من الجهاز التنفسي. والسبب إنه المسبب ماله منه hemolytic streptococci، هذا الجروب مال streptococci يسمونه يسبب منه blood hemolysis. وأدكم أيضاً gram positive cocci وgram negative bacilli مثل الهيموفيلوس ايضا ممكن يسبب لنا السور ثروت. نجي على الامراضيه او احد الامراض مال الريسبيرتوري تراكتس. First one is bronchitis. Bronchitis اللي هي التهاب بالقصبات الهوائيه. It is divided into acute bronchitis and chronic bronchitis. acute اللي حاده المسبب causative agent مالتها منو؟ mycobacterium pneumonia and bordetella pertussis. البورتيتيلا pertussis هو causative agents of whooping cough or pertussis. whooping cough والpertussis اللي هو مرض السعال الديكي من المسبب مالتها بورتيتيلا pertussis. زين اللابوراتوري دايجنوستس وش السبيسمن مالتنا العينه مالتنا شنو السبيوتم. البروسيجر جرام ستينينج الكالشرينج البايوكيميكال اند سيرولوجيكال تيست. هاي ذيس ار روتين تيست. هاي من الفحوصات الـ يعني الروتينيه اللي تتكرر دائما عندنا. فهذا أول مرض اللي هو برونكايتيس أو اللي هو أكوت برونكايتيس. زين هسه الكرونيك برونكايتيس المزمنة التهاب القصوات المزمنة. زين هو it is a chronic protective cough for at least 3 months. يستمر هذا السؤال لمدة 3 أشهر مستمرة. زين أكو أسباب لها. زين ما عدا الاسباب البكتيريه اكو اسباب اخرى مثل كوزيتيف فاكتورز مثل سيجاريت سموكينج. المدخنين ايضا او المدخنين بصوره عامه من اكثر المرضى الارضى للكرونيك برونكايتيس. الاير بولوشن تلوث بالهواء. اذا الهواء ملوث فايضا حيصير عندنا الكرونيك برونكايتيس. اكسبوجر تو هارمفول ستيمولي ايضا التعرض للروائح المضرة. زين البكتيريا او الكوزيتيف ايجنتس مالتي اللي هي ستريبتوكوكس نيمونيا هيموفيلوس انفلونزا
مايكوبلازما نيمونيا، هاي البكتيريات اللي ممكن يسبب لنا كرونيك برونكايتيس. زين اللابوراتوري دياجنوستيس شلون حنشخصه؟ السبيسمنز ايضا عن طريق سبيوتم، ناخذ السبيوتم مال المريض، وايضا سيم روتين تيست، جرام ستيننج، كلتشرينج، بايوكيميكال اند سيرولوجيكال تيست. ذيس ار ذا روتين تيست وي كان بيرفورم ات اني تايمز. نوع اخر من الامراضيه او نوع اخر من المرض اللي هو النيمونيا، الالتهاب الرئوي. It is infection of the lung parenchyma. Parenchyma. هو إصابة الرئة. الكوجيتيف إنجنت ماله، المسبب ماله ستريبتوكوكوس نيمونيا، ستاف أيريوس، هيموفيلاس إنفلونزا، مايكوبلازما نيمونيا. These are the causative agents of pneumonia. The route of entry of microbe to the lungs. هذا الميكروبز، هاي البكتيريا شلون دخلت اصلا للرئه؟ اكو اكثر من طريقه. First one is aspirations of oral and gastric secretion. الاسبريشنز هنا اللي هو الانتقال او الامتصاص عن طريق الفم او عن طريق السوائل المعديه، من بدل ما تدخل للمعده تدخل للرئه. هيماتوجيناس، النوع الاخر هو عن طريق الدم، البكتيريا الموجوده بالدم ممكن تدخل ايضا لللانجز وسبب لنا اصابه. دايركت انوكيوليشنز اند لوكال سبريت فروم سراوندينج تيشوز، عن طريق التيشوز عن طريق الانسجه الاخرى ايضا ممكن ينتقل البكتيريا. The last one and the most important one is inhalation، اللي هو استنشاق عن طريق التنفس، هو من أكثر الطرق أهمية للإنفكشنز أو للرسبيراتوري تراك إنفكشن، هو الإنهاليشن. لابوراتوري دياغنوسيس ايضا ناخذ السبيسمن مالتنا، شنو لور ريسبيرتوري سيكريشنز، الفرازات الموجوده او الفرازات مال الجزء الاسفل للجهاز التنفسي. البروسيجر ايضا جرام ستيننج، ايضا روتين دياجنوستيك اللي هو جرام ستيننج، كلتشر، بايوكيميكال اند سيرولوجيكال تيست. سنتحدث عن مرض آخر يصيب الجهاز التنفسي، مرض كلش مهم اللي هو tuberculosis أو السل TB. So what is tuberculosis? It is a disease caused by a group of mycobacterium, namely mycobacterium tuberculosis complex. هو مرض الكوزيتيف ايجنت ماله، العامل المسبب ماله هو المايكوبكتيريوم. هو ايضا مجموعه من المايكوبكتيريوم اردر. مايكوبكتيريوم توبركلوسيس از اوف هيومن اوريجين. مايكوبكتيريوم توبركلوسيس يصيب لنا الانسان. وكو مايكوبكتيريوم بوفيس اللي يصيب الكاتل الماشيه. وعندكم مايكوبكتيريوم اوفيوم اللي هي يصيب البيردز الطيور. هاي كلها سبب لنا التوبركلوسيس تي بي. The main problem of these bacteria. زين شنو الأهمية خلف هاي البكتيريا؟ هاي البكتيريا كلش معقدة. فخلينا نشوف شنو التعقيد مالتها. They are high resistance to the environment stress such as drainage. تعتبر كلش مقاومة للظروف الخارجية مثل الجفاف. أول شيء survive in dry sputum for months، تقدر تعيش بالسبوتم الجاف
قشع أجاف تقدر تعيش فيه لمدة أشهر ما تموت. يعني هي خارج جسم، والسبوتام أيضا يصير جاف وتقدر تعيش فيه. Members of the genus Mycobacterium are very resistant to the chemical and antibiotic treatments. وأيضا تعتبر resistant، مقاومة للأنتيبايتكس. فهاي كلها أهلتها تصير شنو؟ تصير كلش معقدة وتصير كلش مهمة. Then all of these features are because of their high contents of cell wall of lipids. Then هاي العوامل، هاي العوامل ذكرناها هسه حاليا، نتيجتها شنو او نتيجة شنو؟ نتيجة انه السيل وول مال مايكوبكتيريوم هو full of lipids of or contains high volume of lipids، يحتوي على دهون عالية. السيل وول مالتها يحتوي على دهون عالية. هنشوف الصورة هنا، تلاحظون هذا السيل وول مال المايكوبكتيريوم، تلاحظون هنا مايكوليك اسيدز. هذا شوفون جزء كلش كبير، مايكوليك اسيدز. مايكوليك اسيدز اللي هو عباره عن فاتي اسيدز، عباره عن ليبيدز. فجزء كبير من السيل وول هو عباره عن ليبيدز، لهذا السبب هو يعتبر مقاوم، وايضا بنفس الوقت يصير difficult to stain with ordinary stains، صعوبه يصبغ. احنا دائما البكتيريا العاديه دائما نستخدم منها الجرام ستينز، اللي هو عباره عن differential staining، التصبيغ تفريقي اللي نقدر نفرق بيناتهم. بالنسبه للتي بي وبالنسبه للميكوبكتيريوم، نتيجه الليبيدز ما نقدر نصبغها بالجرام ستينز او اي صبغات عاديه، لهذا السبب special stain is required. لهذا السبب اللي هو جزء او صبغه او اصباغ مميزه نحتاج عم نصبغها، اللي هي منه اللي هي acid fast stain. زين acid fast stain شلون حتدخل؟ هاي الصبغه شلون حتدخل؟ It is depends on penetrations of carbon fusion dye. تعتمد على carbon fusion dye، هاي نوع من الصبغات. هتدخل وين؟ تدخل للسيل وول with aid of heat، مساعدة التسخين. الكربون فيوجن هاي الصبغة هتدخل للسيل وول. زين ورا ما دخلت للسيل وول هاي الصبغة، once it is in there، ورا ما تدخل، a complex of stain and lipid of cell wall is found formed. احنا مو قلنا السيل وول يحتوي على الليبيدز، هاي كونتنت اوف ليبيدز. عندكم احنا استخدمنا الكربون فيوجن داي، صبغه الكربون فيوجن داي دخلت للسيل وول، اتحدت ويا الليبيدز، فسببت لنا شنو؟ سببت لنا كومبلكس معقد بين الاسيد، بين الاسيد او بين الداي وبين الليبيدز. هذا الكومبلكس is not removed by normal decolorizing agents مثل الكحول. ما نقدر او ما يطلع هذا الكومبلكس او هاي الصبغه ما حتطلع من السيل وول حتى باستخدام الكحول، حتى باستخدام الاسيد الكحول ايضا ما تطلع، حتبقى معقده، حتبقى موجوده بالسيل وول او متحده ويا الليبيدز. لهذا السبب سموها اسيد فاست بكتيريا، يعني هاي البكتيريا او هذا الصبغه ما تقدر تخرج عن طريق الديكلورايزنج ايجنتس او نورمال ديكلورايزنج ايجنتس مثل الكحول، مثل الاسيد الكحول. لهذا السبب سموها الاسيد فاست ستين او اسيد فاست بكتيريا. هسه اخذنا او هسه هاي التوبركلوسيز، اخذنا البروبلمز مالتها، اخذنا التسبيغ مالتها، السيل وول اوف ليبيدز فول اوف ليبيدز. هسه روت اوف انتري اند ميكانيزم، شو هتدخل؟ ذكرنا سابقا هي دائما الريسبيرتوري تراكت
من اكثر الطرق شيوعا هو عن طريق الاسبيريتوري، عن طريق الانهيليشنز، عن طريق الاستنشاق. هي ايربورن، عن طريق الايربورن، عن طريق الهواء. اي يسموها ايربورن ديزيز. ودروبليتس، عن طريق بلونج كونتاكتس وذ سيك بيبل، عن طريق التواصل الطويل ويا المرضى. Airborne routes is the important route of entry. And الانتقال عن طريق الهواء يعتبر من أكثر أو الطرق انتقال أهمية. Now, cells travels from patients for a distance of 1 meter to another person's, well enough to cause disease. مساحة مد أو مساحة متر بين الشخص المصاب والشخص السليم، وعن طريق الهواء تقدر تنقل الإصابة. Normally these bacteria are overcoming by host defense. ورمى تدخل داخل جسم الإنسان، الإنسان عنده مناعة، عنده وسائل حماية، وسائل دفاعية. فأغلب الأحيان شيء يصير overcoming، يعني تقضي أو السلف ميكانيزم مع الإنسان تقضي على هاي البكتيريا، تمنعها من الدخول. If bacteria succeeded to penetrate the host defense, then alveoli will be the battlefield of the disease. إذا البكتيريا نجحت باختراق الوسائل الدفاعية داخل جسم الإنسان، فهتستقر وين؟ هتستقر بالألفيولي، وهتصير الإمراضية هناك داخل الرئة. زين، الميكانيزم أو ال defense ميكانيزم، وسائل الحماية، هي دائما أول شيء الماكروفيج. الماكروفيج هتدخل او هتقضي على البكتيريا، بس اذا البكتيريا نجحت بالتغلب على الماكروفيج فش تسوي؟ الباسيلي اللي هي الماكوبكتيريوم ار ملتيبلاي الماكروفيجز تو بروتكت ذيم سيلفز اجينست ذا كيلينج بروسيس. هتدخل الباسيلي او الماكوبكتيريوم هتدخل داخل الماكروفيج، وهتستغل الماكروفيج وهتبدي ايش تسوي؟ هتسوي multiplications، هتتضاعف داخل الماكروفاج. زين، الإنسان أو الهوست المضيف لازم يحاول يحافظ على نفسه، يحافظ على الجسم. فشي يسوي؟ self protection process host try to limit، يحاول يقلل from the severe the effects، من شدة الإصابة of the pathogen، شدة الأمراضية يحاول يقلل منها. By forming a tubercle. A tubercle اللي هي droplets أو اللي هي عقد صغيرة جدا تحتوي أو متكونة من شنو؟ متكونة من tissues, exudates, white PC و other materials. هذا ال tubercle اللي هيصير داخل الشعب الهوائي، داخل الألفيولي. Mycobacterium tuberculosis tend to arrange. زين، هسه اكو مايكوبكتيريوم ايضا عندها وسيله اخرى عم تحطهم الجسم، اللي هي شنو؟ مايكوبكتيريوم tuberculosis tend to arrange in cord formation. حتتكون او يعني شلون حتوقف بطريق او بشكل شريط، هتكون على طريق بشكل أشرطي. ليش؟ which increase the immune response of the host. هاي الشريط حيكثرها، أو لما حتوقف بشكل شريط حتكون شلون حيصير؟ حيصير ال immune response حيزداد أكثر، و
ورا ما يزاد اكثر شيء يسبب لنا هايبر سنسيتيفيتي رياكشن which lead to ultimately to tissue damage. الهايبر سنسيتيفيتي رياكشنز اللي هو حساسيه حساسيه كلش عاليه. الميونيتي والخلايا المناعيه حتبتدي تهجم على هذا التوبركيول وحتبتدي تهجم على التوبركلوسيس. لما تيجي معي التوبركولول حتيجي تحطم الخلايا الرئوية الخلايا الموجودة بالرئة. فهذا السبب هي أو هذا سبب الميكوبكتيريوم توبركولوسيس هي من أكثر البكتيريات معقدة تعقيدة وخطورة. بس هذا الميكانيزم مال التوبركولوسيس. أيضا هسه الدياغنوسيس لاب دياغنوسيس سامبلز اكيد سامبلز عندك شنو سبيوتم لانجوش. The prime diagnosis parameter is culturing. اللي يعتبر culturing هو واحد او افضل الوسائل الدياجنوسيس او التشخيص عن طريق using medium LJM. LJ medium. هذا LJ medium هو عبارة عن شنو؟ عبارة عن rich media with high content of nutrients and the aid of long period of incubation. هنا ال culturing mild mycobacterium tuberculosis has a drawback اللي هو ال incubation ماله يصير كلش طويل. incubation period incubation time مالته 4 أسابيع 4 weeks. فإذا سوينا كلتشرينج للبكتيريا نحتاج 4 أسابيع على مود تنمو. فيعتبر الدياجنوسيس مال هذا المرض يصير كل الصعوب. زين اكو نوع اخر alternative diagnostic methods نوع بديل او طريقه بديله للتشخيص اللي هي بي سي ار. لا نستخدم بي سي ار نحاول نستخدم بي سي ار عن طريق المولكولار دياجنوستيك ميثودز. البي سي ار يكون اسرع بالتشخيص مقارنه بالكلتشرنج. بس اذا اريد نعرف المايكوبكتيريوم توبركلوسيس الكلتشرنج هو البرايم دياجنوستيك ميثودز. زين اكو طرق اخرى مثل دائما نعرفها البلاد. بس البلاد هنا غير مفيد. بلاد فيلم might of little help غير مفيد بصورة كبيرة. ليش هنا غير مفيد؟ white PC count may still normal with marked elevation of monocytes. هنا ال white PC يبقى طبيعي فما حيتغير. زين اكو فحص اخر بالبلاد ايضا هو ESR اللي هو erythrocyte sedimentation rate is shooting up reaching level of 100 millimeter per hour. هنا ال erythrocyte او ESR اذا شفناه حنشوفه الكلش السريع. بس ال ESR ايضا ما يعتبر وسيله تشخيصية. ليش؟ لأن أي infection بالجسم الـ ESR يكون مالته سريع. أكو عندكم وسائل أخرى للدياجنوسيس مثل commercial kits of diagnosis of IgM and IgG for TB. هي موجودة هاي الكتات موجودة المفحص الـ IgM والـ IgG. زين هسا أكو وسيلة أخرى أيضا للدياجنوسيس بس غير مهمة أيضا اللي هي acid fast stain or acid fast bacilli. قبل قليل تحدثنا عنها اللي هي الستين الستينينج. فالستينينج هنا يعتبر شو serves as screening test. هو فحص screening يسموه. ليش فحص مو كلش أيضا مهم؟
يعني حتى اذا شفنا او شفنا صار الاسيد فاست بوزيتيف does not mean that patient has no TB or has TB and vice versa. حتى اذا شفنا بالسلايد سوينا سلايد وسوينا اسيد فاستين وشيكناها وشفنا الاسيد فاستين موجود او البوزيتيف او هذا السلايد هو بوزيتيف فما نقدر يعني ما نقدر نضمن انه هذا 100% هو مايكوبكتيريوم توبركلوسيس. ليش؟ since many other bacteria such as nocardia may show a similar appearance of the TB. اكو بكتيريات مشابهه للتي بي مشابهه للمايكوبكتيريوم مثل نوكارديا ايضا هي بكتيريات عصويه وايضا تصبغ عن طريق الاسيد فاست ستين فحيصير شنو حيصير كونفيوزنج يعني اذا شفنا السلايدز هو بوزيتيف للاسيد اشتغلنا على الاسيد فاست ستين وشفناه بوزيتيف فهذا ما يعني انه هاي البكتيريا هي مايكوبكتيريوم توبركلوسيس ليش يعني اكو احتماليه انه نوكارديا بكتيريا is presence over there احتمال موجوده ايضا هناك فلهذا السبب مو الوسيله مال دايجنوستس مال المايكوبكتيريوم يوزنج ذا اي اف بي اور اسيد فاست ستين هو مو كلش وسيله ناجحه. لهنا تنتهي المحاضرة هاي وإن شاء الله تكونوا استفدتم واستوعبتم هاي الدرس. شكرا جزيلا.